شو سبب تدمير العراق وغزو العراق وقتل مليون عراقي؟ وخلاص لقانا الامريكان يجاوبونا على السؤال اللي حاير، لماذا العراق؟ شو سبب له؟ بن لادن عراقي؟ ما هو عراقي، اللي ضربوا نيويورك عراقيين؟ ما هم عراقيين. اللي ضربوا البنتاغون عراقيين؟ ما هم عراقيين. فيها سلاح دمار شامل عند العراق؟ ما عندها. وحتى لو عند العراق سلاح دمار شامل، أوزبكستان عندها قنبلة ذرية، والهند عندها قنبلة ذرية، والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا، ما كل عنده قنابل ذرية. كله بيدمروها كويس؟ فندمر كل الدول اللي عندها سلاح دمار شامل. تجي قوة أجنبية تحتل دولة عربية وتسمق رئيسها واحنا نتفرج عليهم ونضحك. وليش ما نحقوا في ماء في شنقة صدام حسين؟ كيف يصير حرب يسمق؟ ورئيس دولة عربية عضو في الجامعة العربية. لما تكلموا عن سياسة صدام حسين والخلافة معاه السياسة، منكم كلنا مختلفين سياسيين معاه، مختلفين حتى مع بعضنا نحن الآن. ما في حاجة تجمعنا أبدا إلا القاعة هاي. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ قيادة عربية بكامل تقتل تشنق في المشانق ما تفرج، لماذا؟ ما ممكن الدور جاي عليكم كلكم. اي نعم. ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها. تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلد كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمره في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش اقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا، قد توافق امريكا على شنقنا في يوم ما.